مرحبا بكم متابعينا الأوفياء في كل مكان، نجدد بكم اللقاء في هذا البث المباشر العاجل من مدينة أكادير وبالضبط من سوق الأحد الشهير. حملة واسعة لتحرير الملك العمومي تشرف عليها السلطات المحلية بتنسيق مع عناصر الشرطة الإدارية وأيضا عناصر القوات المساعدة، كما كتشوفوا معنا في أكبر سوق بشمال إفريقيا اللي هو سوق الأحد الشهير. كما كتشوفوا معنا على المباشر حملة واسعة في هذه اللحظات من أجل تحرير ممرات هذا السوق ومن أجل محاربة احتلال الملك العمومي، كما كتشوفوا معنا على المباشر متابعينا الأوفياء. إذن حملة واسعة في هذه اللحظات للسلطات المحلية بسوق الأحد الشهير، كما كتشوفوا معنا على المباشر فعناصر الشرطة الإدارية وأيضا عناصر السلطات المحلية تشرف على أكبر حملة لتحرير الملك العمومي، كما كتشوفوا معنا على المباشر متابعينا الأوفياء. في هذه اللحظات حملة واسعة بممرات سوق الأحد الشهير من طرف الشرطة الإدارية والسلطات المحلية وإدارة المركب التجاري سوق الأحد. Thank you.
إذن لا زالت حملة تحرير الملك العمومي هنا بسوق الأحد الشهير متواصلة من طرف عناصر السلطات المحلية وأيضا عناصر الشرطة الإدارية رفقة عناصر القوات المساعدة وإدارة المركبة التجاري. سوق الأحد كما تشاهدون معنا على المباشر متابعينا الأوفياء في هذه اللحظات عملية تحديد الأمطار القانونية للاستغلال لا زالت متواصلة من طرف عناصر الشرطة الإدارية وأيضا السلطات المحلية التي تشرف على هذه العملية كما تشوفوا معنا على المباشر. سلام. لا احنا جايين 1182 ورجعوا لهنا. Thank you.
لا باش يجي تقريبا نحسب لونسين ديالو هادو راه لي زافيشون هادو الملصقات وما كيترخصو هادو اما تطلبوا الترخيص ديالكم اما